إذن عن تطورات الحرب الصهيونية على غزة وانسحاب قوات الاحتلال من مجمع الشفاء واستمرار عمليات المقاومة الفلسطينية في الداخل الفلسطيني المحتل، ينضم إلينا عبر سكايب من الجليل الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أليف الصباغ. أستاذ أليف مرحبا بكم. يعني كما تعرفون بعد حصار استمر أسبوعين انسحب جيش الاحتلال من مجمع الشفاء الطبي، ولكن السؤال الذي يطرح، هل أن الاحتلال اضطر على الانسحاب وذلك من أجل تعزيز جبهة الشمال أو أي جبهة أخرى، أم تعتقد أن هناك ضغوط من نوع آخر أدت إلى انسحاب قوات الاحتلال؟ يعني حقيقة الحصار ليس منذ أسبوعين، حصار منذ 18 عام، حصار قطاع غزة، يعني حصار كل مستشفى، ليس فقط مستشفى الشفاء، حصار كل إنسان فلسطيني في قطاع غزة. لذلك هذا الحصار المستمر اعتادت إسرائيل عليه وأخذت شرعية بين قوسين من الدول الغربية ومن صديقاتها، حتى من بعض الأنظمة العربية أخذت شرعية لهذا الحصار، وبالتالي حتى على مستشفى الشفاء أخذت شرعية أن تقصف المستشفى، أن تقتل من فيها، أن تعتقل، أن تعذب، أن تعري أمام الناس، أن تفعل كل ما تريد دون أن يحرك لا العالم ساكناً ولا الدول العربية ساكنة، حتى السلطة الفلسطينية لم تحرك ساكنة، وكأنهم تركوا الناس يموتون تحت القصف، تحت التعذيب، في البرد، في الحم، في كل الظروف، والعالم يتفرج. لا يوجد منظمة دولية واحدة لا لحماية المستشفيات ولا لحماية إنسان تحركت لتحمي مستشفى الشفاء أو لتحمي المرضى في مستشفى الشفاء. إسرائيل تقصف، ويعني أنا أشاهد الأفلام التي يبثها الجنود، كم هم فرحون عندما يهدمون حي كامل، عندما يقصفون المستشفى ويغنون ويعني يتفاخرون بقصف وحرق المستشفى، يقتلون الرجال والنساء والأطفال ويسمونهم جميعا حمساويين. إذن لديهم شرعية، على الأقل ذاتية لديهم شرعية، ولا يوجد أي قوة في العالم منعتهم من ذلك. وعندما يكون العرب، الحكام العرب، كما يقول الإسرائيليون، كما يقول الإعلام الإسرائيلي، أن الحكام العرب موافقون معهم على قتل حماس وعلى تفكيك حماس وعلى القضاء على حماس وكل ما يفعلونه يأخذ شرعية حتى عربية، وأحيانا للأسف الشديد بعض القوى الفلسطينية، عندها لا أستغرب أي شيء. هذا الانسحاب جاء انسحاب بعد حرق المستشفى، نعم، بعد أن لم يبقى في المستشفى إنسان، لم يبقى غرفة، لم يبقى مكان في المستشفى. شاهدوا الصور والفيديوهات، المستشفى انتهى ناقص فقط أن يتم هدمه. في هذا السياق أستاذ أليف، تصليحه بالأرض. نعم، في هذا السياق أستاذ أليف، أي شيء. نعم، يعني فور انسحاب قوات الاحتلال تكشف صور جديدة من صور الدمار الذي طال المجمع وأيضا أقسامه، طبعا توازيها عمليات قتل واعتقال وشهادات جديدة لانتهاكات مروعة قامت بها قوات الاحتلال بحق المرضى وبحق الكوادر الطبية والنازحين. ولكن كيف ستؤثر تلك الفضائح الجديدة على حكومة نتنياهو على المستوى الإقليمي والدولي أستاذ أليف؟ أنا يعني آسف أقول لك، على المستوى الإقليمي يزداد الركوع العربي أمام نتنياهو، يزداد الركوع الرسمي العربي أمام نتنياهو، ويزداد الإحباط الشعبي والتردي الموقف الشعبي أمام نتنياهو. هذا مؤسف ولكن هذه حقيقة، وأنا أريد أتحدث عن الحقائق كما هي. على المستوى الدولي صحيح أن هناك دول أوروبية، شعوب أوروبية تقف معنا، بعض الدول الأوروبية، روسيا تقف معنا والصين تقف معنا، ولكن ودول أمريكا اللاتينية، ولكن ما زالت أمريكا هي الطرف المعربد في مجلس الأمن والطرف المعربد في كل مجال من المجالات. حتى المؤسسات الحقوقية الدولية لا تستطيع أن تتنفس دون إذن أمريكي، لا تستطيع أن تدين دون إذن أمريكي. محكمة العدل الدولية أصدرت قرارات بعد أن أخذت إذن أمريكي. يعني العالم ما زال يعيش في حالة القطب الواحد والعربدة الأمريكية بكل الوسائل، ولا نستطيع أن نطلب من أوروبا أن تكون عربية أكثر من العرب،
لا نستطيع منهم أن يساندوا الشعب الفلسطيني أكثر من مما يساندوا العرب أنفسهم، ليس فقط على المستوى الرسمي، على المستوى الشعبي أيضا. لذلك يعني أهلنا في قطاع غزة باعوا أنفسهم، باعوا أنفسهم لله، لم يعد لديهم ما ينتظرونه لا من العرب ولا من المسلمين ولا من حدا، أستاذ أليف، ينتظرون فقط القصف أستاذ أليف، الإسرائيلي والاستشهاد. في هذه النقطة تحديدا، يعني كما تعرفون أن قوات الاحتلال تتلقى ضربات من قبل المقاومة الفلسطينية من مواقع لا علاقة لها بالمنشآت وبالمنشآت المدنية الصحية، لا من قريب ولا من بعيد، ولكن لماذا تصر قوات الاحتلال على استهداف المستشفيات والتنكيل بمن داخل المستشفى؟ ما السبب في ذلك؟ نعم، المستشفيات هي آخر ملاذ أمام الشعب الفلسطيني. نعم. عندما تستهدف قوافل المساعدات، تستهدف من ينظم المساعدات الإنسانية، من يوزع المساعدات الإنسانية، تستهدف المرضى، تستهدف المسعفين والأطباء، تستهدف الصحفيين، أكثر من 140 صحفي لغاية الآن قتل، استشهد بقصف ليس فقط على الطاقم الصحفي، وإنما حتى على بيوت الصحفيين في غزة. ومع ذلك أين هي منظمات الصحافة الدولية؟ أين هي منظمات الصحة الدولية؟ أين هو الصوت الدولي الذي يخرج عن الإرادة الأمريكية ويعمل أي شيء؟ ولكن أين هو الصوت العربي أولا؟ أين هي 57 دولة عربية وإسلامية؟ أين هم؟ اجتمعوا في الرياض، أول اجتماع طارئ بعد شهر من العدوان على قطاع غزة، لم يتحقق شيء. لا شيء. لم يتحقق جامعة شيء. العربية ماذا تفعل؟ لا شيء. نعم. لو كان في حاجة لاجتماع الجامعة العربية ضد العراق أو ضد سوريا أو ضد ليبيا، كانوا اجتمعوا بشكل طارئ خلال 24 ساعة، واتخذوا القرارات وجيشوا الجيوش وقدموا الطائرات المقاتلة والجنود وكل شيء. وهذا ما فعلوه ضد العراق وضد سوريا وضد ليبيا. وهم يتآمرون اليوم كما تآمروا عام 48 على الشعب الفلسطيني. أستاذ أليف، العمليات الفردية التي ينفذها أفراد المقاومة في القدس وضواحيها، هل ستؤثر على مسار الصراع بين الاحتلال والفلسطينيين؟ بدون شك سيكون لها تأثير، ولكن هل سيكون تحول في العلاقات؟ ألا أعتقد أن سيكون تحول في المسار الحالي. المسار الحالي هو مسار عسكري يقوده نتنياهو، ومسار سياسي تقوده الولايات المتحدة. نتنياهو يقود المسار العسكري على المستوى المحلي الفلسطيني، الولايات المتحدة تقود المسار السياسي على المستوى الإقليمي والدولي. لذلك هناك خلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، من الذي يقود أولا؟ ولكن هناك تصور أكثر من تصور إسرائيلي لما بعد الحرب، أكثر من تصور أمريكي لما بعد الحرب، ولكن أين هو التصور العربي؟ أين هو التصور الفلسطيني؟ أستاذ أليف، كما استمعت، اجتماع القاهرة الأخير فشل في مسار التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، برأيكم ما هي أسباب هذا الفشل؟ بنيامين نتنياهو لا يريد وقف إطلاق النار. نعم. فهو يحاول ابتزاز المقاومة الفلسطينية حتى آخر نقطة في 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 يمكن أن تعصر هذه الحمضة. يعني هذا لا يكفي، جوابه الوحيد هذا لا يكفي وهذا لا يكفي وهذا لا يكفي، نحن نبدي مرونة ولكن هذا لا يكفي. أين هي المرونة؟ لا يوجد مرونة. نعم. ولكن هذه لغة الإعلام الإسرائيلي الذي يخاطب الجمهور الإسرائيلي حتى يقول نحن أبدينا مرونة، ولكن حماس هي السبب. نعم. أمريكا أيضا تقدم للجمهور العربي والإسرائيلي والأمريكي، تقدم تفاؤلات وكأنها يعني تقدم نصائح وتقدم اقتراحات ومبادرات، ولكن ماذا يقدم الوسطاء العرب؟ لا شيء. حتى إعلاميا لا يقدمون للعرب أي شيء، نحن نعتمد على الإعلام الأمريكي والإسرائيلي في كل ما يحصل.
هم يقدمون شيء واحد ضغوطا على حماس بطلب إسرائيل. حتى هذا القرار الإسرائيلي بمنع فضائية الجزيرة من العمل في إسرائيل، والعمل ليس فقط في إسرائيل، حتى في المناطق المحتلة عام 67، يهدف إلى الضغط على قطر حتى تضغط على حماس، لأنهم اعتادوا أن الضغط على الدول أو على الأنظمة التي تعتبر نفسها وسيطة. شكرا. وهم ليسوا وسطاء، تحولوا لوكلاء. عبر سكايب، آسف لضيق الوقت، كان معنا عبر سكايب بن الجليل الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أليف الصباغ، شكرا جزيلا لكم.